واخيرا وليس باخر، هنقدم لك نصيحه كده على الماشي. في دراسات جديده كشفت ان الاشخاص الذين يعملون في مناوبات عمل ليليه ربما يكونون اكثر عرضه للاصابه بامراض على راسها السرطان، وذلك بسبب حدوث تغيرات هرمونيه لديهم. الصبح مفيش احسن منه، نام بالليل على قد ما تقدر وحافظ على صحتك وما تدمرهاش، ناموا كويس، اشربوا ميه كتير، وقعدوا بالعافيه. ده كان كلام زميلتي فاطمه ياسر في صوت الامه. هطلع فاصل سريع، وبعد الفاصل هنناقش بقى قضيه في منتهى الاهميه، حوار مع الدكتور هشام ابراهيم استاذ التمويل والاستثمار بجامعه القاهره عن قرار البنك المركزي. ولو يعني هنجره كده في حته، هو انت عارف اقتصاد البلد دي راح فين؟ يعني الناس تعمل ايه دلوقتي؟ يعني اللي معاه قرشين يحطهم في البنك، ولا يشتري بيهم دولارات، ولا يشتري بيهم عقار، ولا يسافر، ولا يرجع، ولا يعمل ايه؟ يعني هيساعدنا كده ناخد منه شويه ايه البريف في رغيف، يعني ناخد منه خلاصه الموضوع. بعد الفاصل نكمل نقاشنا.